نشرت صحيفة الوطن الحلقة 14 من سلسلتها الوثائقية عن تاريخ الزبارة التي حملت عنوان مقاومة الأطماع، وتتناول الحلقة كيف واجهت الدولة الخليفية الأطماع من مختلف القوى المتواجدة في المنطقة وأبقت الزبارة تحت سيادتها. هذا وتأتي الحلقة استكمالا للسلسلة الوثائقية التي أطلقتها الصحيفة لتبين النهضة التي بنتها الدولة الخليفية في شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. مع تميز مجتمع الزبارة في ظل الدولة الخليفية وتبوئه المكانة العالية اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، بدأت الأطماع تتوالى عليه من مختلف القوى المتواجدة في المنطقة آنذاك، وكانت أولى هذه المحاولات تستهدف بث الفرقة والشقاق في مجتمع الزبارة المستقر والآمن، إلا أن استمرار ولاء الرعايا للدولة الخليفية أفشل ذلك. وفي منتصف القرن التاسع عشر زادت الصراعات بين القوى الدولية في الخليج العربي، حيث سعت كل قوة إلى زعزعة الأخرى ومحاولة السيطرة على مناطق نفوذها. ورغم ذلك ظلت البحرين دولة مستقلة تبرم الاتفاقيات مع تلك القوى وتنسق معها لحماية ممرات الملاحة والسفن التجارية من أعمال القرصنة والسلب والنهب، ليس في جزر البحرين أو الزبارة فحسب، وإنما حتى في الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر، حيث كانت البدع مقراً لممثل حاكم البحرين في شبه جزيرة قطر. واستمر الوضع كذلك حتى تم احتلال الدوحة بالقوة في عام 1872 من قبل العثمانيين المتواجدين في المنطقة آنذاك، وتم احتلال قلعة البدع وسميت فيما بعد بقلعة العسكر، وعينوا بعض المتعاونين معهم عليها، ثم سعوا بكافة الطرق لقطع التواصل بين شبه جزيرة قطر وجزر البحرين. انتشرت الفوضى في الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر، وقد كانت قبل ذلك في أمن واستقرار ورخاء، حتى أن المقيم السياسي البريطاني أصدر إنذارا إلى رعايا الهند البريطانية في شبه جزيرة قطر يحملهم فيها نتيجة المغامرة ببقائهم فيها. وبعد احتلال البدع ومع استمرار التضييق على القبائل العربية الموالية للحكم الخليفي، اضطر الأهالي إلى الهجرة من الساحل الشرقي لشبه جزيرة قطر إلى الزبارة بعد فقدان العقد الاجتماعي بين القبائل التي اعتادت على أن تنعم بالاستقرار في ظل السيادة الخليفية. وبدأت التقارير البريطانية ترصد انتقال القبائل من مختلف أنحاء شبه جزيرة قطر للزبارة، كالتقرير الصادر في 16 من أغسطس 1873 ميلادية، والذي يشير للقبائل التي تعيش في الزبارة. يوضح الباحث عبد العزيز عبد الغني إبراهيم في كتابه قطر الحديثة كيف تكاتف الأهالي مع الدولة الخليفية في بدايات الاحتلال لشبه جزيرة قطر، حيث أكد بأن عدداً من القبائل انتقلت إلى الزبارة، وقدم لهم الشيخ عيسى بن علي آل خليفة كافة المساعدات اللازمة لترميم قلعة الزبارة. وأورد عبد الغني جانباً من تقرير للوكيل السياسي البريطاني في البحرين، حيث قال إن العديد من قبائل قطر أخذوا يتوافدون على المكان الذي غدا موضع جذب سكاني، وبشر بأن المكان سيزدهر. أصبحت الزبارة رمزاً لشرعية الدولة الخليفية ومقراً لمقاومة الاحتلال لشبه جزيرة قطر، فتعاضدت الجهود وتوافدت القبائل للزبارة لمواجهة هذا الاحتلال. وذكرت الوثائق البريطانية الصادرة من قبل المعتمد البريطاني في البحرين بأن صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة قد أرسل رجاله لترميم قلعة صبحة، وكان ذلك في 4 من أغسطس 1873. هذه الترميمات للمنشآت العسكرية كانت ضرورية للدفاع عن حدود الوطن ومواجهة الاحتلال ونفوذه في شبه جزيرة قطر، وعين صاحب العظمة ممثلا من قبله في شبه جزيرة قطر وهو الشيخ ناصر الجبر النعيمي، وكانت الزبارة مقرا له.
أراد المحتلون التوسع إلى باقي مناطق شبه جزيرة قطر وصولا إلى جزر البحرين، فقام صاحب العظمة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة بتعزيز التحصينات العسكرية في الزبارة من جانب، ومن جانب آخر قام باستخدام علاقاته الدبلوماسية مع بريطانيا من أجل حماية رعاياه وحدوده. كان رد قوى الاحتلال على ذلك تحريك بعض المتمردين والمرتزقة لمهاجمة البحرين، وتم دعمهم بالسفن من قضاء البدع المحتل، بحسب تقرير للمقيم السياسي البريطاني روس المؤرخ في 12 سبتمبر 1874 ميلادية. يقول الدكتور محمد عرابي نخلة في كتابه تاريخ الأحساء السياسي: بينما كانت تلك القوارب تشق طريقها إلى البحرين، فوجئت بظهور القارب البريطاني المسلح نايف فرير الذي أربك خططها، فتراجعت ولكنها اتجهت إلى الزبارة، حيث قامت بمهاجمة قبيلة النعيم الموالية لشيخ البحرين. فأسرعت السلطات البريطانية بإرسال السفينة المسلحة هيوج روز التي أطلقت قذيفتين على المقاتلين المتواجدين على الساحل المقابل، مما اضطرهم إلى الانسحاب. كان الانتصار في هذه المناوشات التي وقعت عام 1874 ميلادية لها أهمية كبرى في كبح جموح الاحتلال ونفوذه.